النشرة الرئيسية من الفضائية أكادية، أهلا وسهلا بكم. ونبدأ النشرة بقراءة لهذا المرسوم الرئاسي، مرسوم رئاسي رقم 820، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي، يقضي بتعيين حاكم إقليم. المادة باقتراح من وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي يرسم بما يلي: المادة الأولى، عين السيد أنغرباجوم مدير جاكوب حاكما لإقليم إنيدي الغربي خلفا للسيد مورناجي كاروبا أمباي سانابي. المادة الثانية، على وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كافة الأحكام السابقة المناقضة له ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 21 من أكتوبر، التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو.